مسلسل هروب السجناء في العراق بات يقلق القادة الأمنيين، خصوصا في المناطق التي كانت توصف بالساخنة. فبعد هروب عشرات السجناء المصنفين الخطرين من سجن تسفيرات تكريت، اتخذت جارة تكريت وهي محافظة ديالى إجراءات احترازية. العشرات من الذين يوصفون بعتات الإرهاب ينقلون من ديالى إلى سجون محصنة في بغداد. وضع السجناء جميعهم وهم خطرين ومطلوبين، يعني كانوا على يعني أكثر من قضية في سجن واحد، يعني تدري أنه ممكن أن تصير فد عملية مثل ما جرى في تكريت. المحاولة الفاشلة لتهريب سجناء في الهجوم المسلح الذي استهدف مديرية شرطة هبهب شمالي ديالى قبل أيام قليلة زاد من قناعة شرطة المحافظة بنقل السجناء إلى بغداد. فالمعطيات على الأرض تشير أن محاولات فرار السجناء ستتكرر في سجون أخرى، وقد لا تنتهي عند فشلها في هبهب. أغلب الخطرين والأعداد اللي يعني السجناء اللي موجودين بسجون المحافظة، إذا كان سجن التسفيرات وسجن مكافحة الإرهاب، هم تم نقلهم يعني إلا أعداد بسيطة، صور ما بها تأثير ولا بها محذور أمني أو وجود تخوف لوجودهم بهذا المعتقد. اتهامات لبعض السياسيين بأنهم أدخلوا أجهزة حاسوب وأجهزة اتصالات إلى السجناء في تكريت قبل فرارهم، الأمر الذي أخاف ديالى من الوقوع في فخ المهاترات السياسية وتأثيرها سلبا على أمنها القلق أصلا. من ديالى، أحمد الحمداني، العربية.